الحسد. الحسد جزء مهم جدا من ثقافة المجتمع المصري، أو جزء كبير من ثقافة المجتمع المصري. في عندنا حاجات كتير قوي بنعبر عنها أو بنعبر عن طريقها إنه في حسد أو إحنا بنؤمن بالحسد، زي مثلا الخرزة الزرقاء، في الخمسة وخميسة اللي هو والكفوف دي، وإن إحنا مثلا ممكن نخمس في وش بعض، ممكن نقول داري على شمعتك تقيد، وفي الحركات اللي هي كده. يعني بنقدر نعمل حاجات كتير نحاول نتحايل بيها على فكرة انه يكون في حسد. يعني ليه بقى يعني الواحد بيبقى خايف على اولاده مثلا لا ياخدوا عين، او مثلا مع وجود التواصل الاجتماعي بقينا خايفين كمان على حياتنا وعلى بيتنا، على الناس اللي متجوزة بتبقى خايفة على ازواجها، والناس اللي مخطوبة بتبقى خايفة على خطايبها، مش عارفة بتتجمع ازاي صراحة. بس المهم ان احنا بنلاقي ناس كتير جدا جدا بتتكلم عن الحسد واللي بيجرى لهم منه والمشاكل اللي بتحصل ومترتبة عن الحسد. عشان كده النهاردة احنا معانا فضيلة الشيخ احمد صبري، امام وخطيب وزارة الاوقاف، هنتكلم اكتر معاه عن الحسد ونتأكد منه ازاي ممكن يكون بيحصل الحسد ده فعلا في بعض الاوقات، موجود ولا لا، وازاي برضو نتعامل معاه من خلال حكم الدين. خلونا بس نرحب بيه. اهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. يمكن في البداية على شبكات التواصل الاجتماعي لقينا موضوع الحسد ده ماشي مع الناس بشكل غريب جدا. في ناس بقى عندها فوبيا الحسد، حد عربيته اتخبطت يقوم حاطط الصوره على الفيسبوك ويقول لك خفوا عليا شويه العين مش عارفه ايه. يجي مثلا واحده تحط صوره ابنها فيعيا بعدها تقول لك لا حسدت الولد، لدرجه ان في ناس بقت مش يعني ما بتفشل في حاجه تعلق فشلها على ان هي محسوده. فاحنا عايزين نوضح الحسد، ايه المقصود بالحسد في العقيده الاسلاميه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله. أسألك سؤال، انتوا الاثنين، هو انتوا الاثنين ليه مذيعين؟ احنا ليه مذيعين؟ عشان احنا بنعمل حاجة بنحبها. اشمعنى انتوا بالذات؟ اشمعنا احنا بالذات؟ احنا اجتهدنا وسعينا. في زينا كتير مذيعين واحنا مش لوحدنا. اشمعنى انتوا يعني؟ يعني اشمعنا احنا مذيعين؟ ايوه. هو حضرتك هتحسدنا ولا ايه يا دكتور؟ هو ده. انا عرفت حضرتك عايز ايه. حضرتك قصدك كده؟ لا انا ما وصلتش. اصل انا سمعت لما سمعت اشمعنى يبقى ايوه. الحسد هو تمني زوال نعمه الغير. ببساطه شديده، ربنا ادالك نعمه فالناس يحسدوك عليها. ربنا سبحانه وتعالى فتح لك بحاجه، فتح لك بحاجه فيحسد الانسان. وزي النبي عليه الصلاه والسلام ما قال كل ذي نعمه محسود. بس انا عايز اوضح حاجه الاول، هو ليه لما كل واحد فينا بيحصل له مشكله بيقول خفوا عني شويه، عينيكوا جابت العربيه، ده الولد تعب، اللي مركزين معايا يركزوا في حياتهم بقى، ليه احنا ما بنقولش انه اللي حصل لي ده حصل لي؟ اولا هو حصل بقدر الله طبعا، لانه ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم إن كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء مقدر. بس ليه إحنا ما نقولش إن ده بسبب معصية أنا عملتها؟ وهو ربنا قال كده في القرآن، قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ليه إحنا ربطناها بإنه ده أنا محسود فالعربية اتخبطت، أنا محسود ففشلت في الشغل؟ دي الشماعة اللي احنا بنعلق عليها وهي اللي بنهرب بيها من حاجات كتير. لكن الحسد موجود، ولو حضراتكم لاحظتم هتلاحظوا انه حضرتك قلت في المقدمة الخرزة الزرقاء وخمسة وخميسة. خمسة وخميسة هي اتحرفت غلط، يعني هي التراث بتاعنا بيقول فعلا الموروث الثقافي بتاعنا بيقول خمسة وخميسة لها مدلول. بس تعالوا عدوا معايا عشان نعرف ايه مدلولها وازاي اتحرفت وبقت غلط. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أدي خمس آيات، نفسر بقى الخمسة. الخمس آيات دول هو مضمون معنى خمسة وخميسة. تمام. لما بنقول رب الفلق، أيوة، تفسيرها إيه؟ قل أعوذ برب الفلق. الفلق يعني هذا الكون وما فيه، وما فلق الله فيه من ضوء
أو حبة أو نسمة أو غيره. تمام. يعني الكون كله وما فيه. قل أعوذ برب الفلق. يعني أنا أستعين بالخالق. بالله. خلق الكون. رب الفلق سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. من شر ما خلق. فيه ناس بصوا ركزوا في الآية. الآية قالت قل أعوذ برب الفلق من شر الحسد. ولا من شر ما خلق. شر ما خلق لأنه الشر أكتر, أيوة أكتر من حاجة. ومن شر إيه؟ حاسد. إذا حسد. أيوة في آخر السورة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وشر غاسق إذا وقب شر النفاثات في الوقت ومن شر حاسد إذا حسد. ما قالش ومن شر الحسد. الله. يعني في فارق بين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر الحسد. أيوة. الكلام عشان يتفهم صح الحسد هو إيه؟ تمني زوال نعمة الغير. النعم عندك فأنا كاره النعمة دي عندك. مش عايزك تستمتعي بالنعمة دي. فببدأ الغيظ يبقى جوايا حقود أيوة ومرتاحش إلا لما النعمة دي تروح من إيد الشخص اللي أنا بحسده أيا كان النعمة دي. فهنا المسألة بتاعة الحسد هي حقد وغل جوه الحاسد على المحسود. أنت قلت الخرزة الزرقاء ده مدلولها إيه برضو؟ أيوة هو كان بطليموس بيقول إن العين ما هو احنا هنسال اللي بيحط الخرزه الزرقاء بتحطوها ليه؟ يقول لك اصل دي بتصد الاشعه الوحشه اللي بتطلع من العين اللي بتحسد. مش كلكم معتقدين كده؟ ان العين اللي بتحسد بتطلع اشعه طاقه طاقه مش كده؟ طاقه سوداء شراره. طيب احنا ركزنا دلوقتي ان ربنا قال ومن شر حاسد يعني مش من شر الحسد ده من شر الحاسد نفسه مش من شر الحسد. طيب البطليموس كان له قاعده انتوا عارفين ان بطليموس الثالث عشر هو اللي وضع حجر الاساس لمكتبه اسكندريه فكان له باع في العلم طويل جدا وبيقول انه العين بتطلع اشعه عشان تستكشف الحاجه اللي حواليها. فجه العالم الكبير العربي ابن الهيثم خطأ النظريه دي وقال له رد عليه وقال انه العين اللي بتشوف مش هي اللي بتطلع الاشعه ده الحاجة اللي بتتشاف هي اللي بتطلع الأشعة. فقالوا له إزاي؟ قال لهم هاتوا واحد وحطوه في النور هشوفه ولا لأ؟ طبعا هشوفه. طب حطوه نفس الشخص في ظلمة هشوفه؟ لا طبعا. طب العين اللي بتطلع أشعة دي بقى ما طلعتش ليه أشعة عشان تشوفه؟ قال لك لا ده الجسم نفسه اللي بيتشاف هو اللي بيطلع أشعة عشان يتشاف من خلال بدليل إن أنا اللايت اللي عليا ده لو طفي الكاميرا مش هتجيبني فمش هتشاف فيبقى من خلال الأشعة اللي جسمي أنا بيطلعها العين بتشوفني. فتعالوا نشوف لأنه كل حد فينا فاهم الحتة دي غلط وبنلعب فيها لعب كثير جدا لكن الحسد موجود وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نستعيذ من شر الحاسد والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل ذي نعمة محسود. وأنا بلوم جدا 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 على اللي بيطلع على مواقع التواصل الاجتماعي في السوشيال ميديا ويبدأ يصور نفسه هو بياكل وهو بيفرح والحاجات دي كلها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إن إحنا نستعين على إتمام حوائجنا بالسر والكتمان. مش لازم كل نعمة عندي تروح مفتوحة وتروح منشورة للناس وتروح معمولة بس في آية وأما بنعمة ربك فحدث هناك فارق بين الاثنين. وأما بنعمة ربك فحدث يعني استغلها صح. في ناس يا مولانا بتبقى فرحانه بولادها في ناس بتبقى فرحانه مثلا ببيت جديد عربيه جديده لبس جديد افرحي بس انت راعي ان في ناس كتير جدا هتشوفك وانت بتفرحي يعني هي محرومه من الفرح اكتر هو الشعور القلبي بالحمد على النعم اللي ربنا مديها استعملها صح استعمل النعمه اللي ربنا مديها لك صح. في ناس هتقول لك طب ما هو نجوم هوليوود عندهم الصحه والجمال والشهره والمال والاولاد ويعني مفيش احلى من كده ما بيتحسدوش ليه يعني لا هو ما بيقعدوش كده يستخبوا ويعملوا عندهم لا عندهم حسد والنبي بس في حاجه عندنا النبي حذرنا منها قال دب اليكم داء الامم قبلكم يعني دب يعني معنى كده ان الامم اللي قبلينا كان فيها الداء ده دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. ومعنى كده إنه فعلا إحنا لما يجي النبي يقول ولا تحاسدوا ما هو ده معناه إن إحنا هنحسد بعض
احنا بس احنا شاطرين. استغلناها يا مولانا لدرجه انه احنا فعلا بقينا نتواكل في الحقيقه. ده الهوس. ده الهوس. ايوه، ونقعد نقول محسودين، يعني ما شفناش واحد ياباني مثلا بيقول انا محسود. ده هوس. احنا بنتكلم على الشعب لما بياخد اجازه بيزعل. ده هوس. ده هوس اللي احنا بنعمله ده، والتواكل ده، ده هوس. لانه ما فيش جهاز واختراع في الدنيا كلها لحد دلوقتي بيقيس ان حضرتك محسوده او حضرتك محسوده او انا محسود، فيش جهاز بيقول الكلام ده. واحنا بنقول لما الواحد بيكون مثلا بيحصل له تغير في حياته، بياخد بالاسباب، بيحصل له تغير في حياته وبيمرض مثلا مرض معين، اي مرض لابد ان يخضع للمقدمات والنتائج، واهل الطب يقولوا كلامهم. لكن ممكن يكون فيه مرض اهل الطب مش عارفين له اي دواء خالص، ومش قادرين يشخصوا الموضوع ده، او مش عارفين له اي علاج على الاطلاق، فبنقول له استرقي وخذ بالرقية وافعل كما كان صلى الله عليه وسلم. وفي الآخر يفعل. ربنا هو الشافي. وفي الآخر ده بإيد مين؟ ربنا. بسم الله أرقيك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيعوذ سيدنا الحسن وسيدنا الحسين ويقول أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. لكن عشان برضو نكون واضحين، هو فيه حاسد وفيه عائن، الفرق بين الاثنين واسع شوية، بس هما بيشتركوا هما الاثنين في حاجه واحده، ان هما بيكرهوا النعمه عند الناس. الحاسد ده سره باتع. احنا دايما بنقول عليه سره باتع. ازاي انا يا دكتور ما بقاش سري باتع بقى؟ بيحسد بالسماع. بيحسد، ممكن يتقلوا عن نعمه عند حد فيحسده. يا بخته. من غير ما يشوفه. وما يعرفوش اصلا. يحقد عليه مثلا. خلاص. ده حاسد متبرع. يحقد عليه، انما العائن ده بيحسد بعينه. والواحد ممكن يحسد نفسه. ايوه. يا دكتور دي بقى الواحد يعمل فيها ايه؟ الناس اللي بتحسد نفسها وبتحسد ولادها كمان. ربنا بيقول ايه؟ بيقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تشوفي أولادك تقولي بسم الله ما شاء الله. أيوة صح صح. تدخلي شقتك وتشوفي نعم ربنا الحمد لله اللي ربنا مديها لك، وتشوفي مثلا زوجك، تشوفي إخواتك، تشوفي. طب ما تيجي يا مولانا نشوف الناس في الشارع قالت ايه على موضوع الحسد. احنا يعني كاميرا صباح الورد راحت معاهم عشان تسالهم يعني مفهوم الحسد عندهم شكله ايه، ونرجع تاني حضرتك تعلق على الكلام. هو شايف ان ساعات بيحصل في حسد، بس يعني مش كل حاجه في حياتي بيبقى فيها حسد يعني. جدا حامي هو الله. كذا حاجه يعني. مش بؤمن بالحسد ابدا، بس امبارح، بس لحد امبارح ومنت بيه كنت منزله حلقه في الراديو فعجبت الناس قوي، صحيت لقيت ما عنديش صوت اصلا. كل زي نعمه محسود. اوقات كتير بحس بصراحه كتير، فيعني بحس ان انا محسوده كتير جدا بصراحه يعني. طول الوقت شايفه ان انا محسوده. لون شعري هو اكتر حاجه بتحسد عليها. ابسط حاجه في البلد دي لما تبقى مبسوط الناس بتبص لك انك مبسوط ليه، مع ان ممكن تكون مبسوط من غير سبب. اكتر حاجتين بتحسد عليهم شويه التفوق الدراسي، وعشان انا طويل يعني. مبسوطه مثلا بخرج كتير، بضحك، بعمل، بس يعني الحقيقه بتبقى غير كده يعني. ساعات ساعات طيبه منهم يعني الحنيه. ممكن عشان حلوه يعني، يمكن عشان ما عنديش اخوات فبيقعدوا يقولوا انت متدلعه بقى، وابوك وامك بيعملوا كل حاجه وبراحتك وبتروحي وتيجي ومحدش بيكلمك. لا قران بقى وصلاه يعني، في حاجات كتير ويعني، والى حد ما بندعي على الناس اللي بتحسد كتير بصراحه. ما بحطش الموضوع في دماغي قوي، بس ساعات بركز فيه كده بتعب فقررت اشيله من دماغي اساسا. بقول الاذكار وعادي ما بحطش في دماغي الموضوع قوي، مش كل حاجه في حياتي بحط فيها الحسد يعني. اول حاجه يعني لازم يبقى عندي ثقه في ربنا ان هو يعني مش هيبعت لي الاذى. بحاول طبعا ما اتكلمش في الحاجات التفوق الدراسي او كده، طبعا الطول مش عارف اداريه فبتعامل عادي. زي ما بتحسد وخلاص بقى، ما بعملش اي حاجه فعلا. بحاول بقى اتجنب بقى معامله الناس الدخشونه، بحاول بقى ان انا ما اكلمش حد بطيبه قوي، بحاولش ان انا ابقى جدع مع ناس كتيره. باكل شوكولاته كل يوم قبل ما انام، بره المعوذتين على طول كده، واقعد اعمل كده كده.
انا بحب مظاهر تعبيرنا عن ان احنا خايفين من الحسد الكده والكده والحاجات دي، بس هي الفكره كلها انه يا دكتور في بنت من البنات اللي في التقرير صحت من النوم، كان عندها حلقه في الراديو، صحت من النوم تاني يوم عندها صوتها رايح، ده كده هي محسوده ولا هي عندها برد؟ وبرده في حد برده لون شعره، ما انتوا شغالين في الاعلام وفاهمين ان احنا ممكن نخش الاستوديو في التكييف ونطلع في لحظه، يعني انا كنت عرقان من شويه حران فجاه التكييف اشتغل، فممكن يكون في سبب علمي او سبب طبي للاحبال الصوتيه تعرضت لحاجه، فمش عايز ارمي كل حاجه على الحاسه، عايز استعين بالله واتوكل على الله وانسى الموضوع ده خالص، اشيله من دماغي ما يكونش هو العائق بالنسبه لي، انا بتوكل على الله، النعم اللي ربنا مديها لكل الناس انا بستعين بالله عز وجل، بحصن نفسي كويس وبتوكل على الله. يبقى احنا عايزين من حضرتك روشتة سريعة، أي حد موسوس من الحسد إزاي يقدر يحصن نفسه على الأقل حتى عشان يطمن نفسه. الوسوسة دي مرض، ما انا كنت لسه هقول لك يعني اللي موسوس من الحسد ده عايزين نعالجه الاول، صحيح. قبل ما نفكر في الحسد، خلينا نقول ان انا ممكن اكون موسوس من اي حاجه، يعني ممكن اكون متخيل ان الناس مضطهداني مثلا ده. او الناس كرهاني ده. ده. ده 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 احنا قلنا ده، يعني معلش اللفظ ممكن يبقى صعب شويه، المساله دي عامله عند الناس هس ايوه، ومخليهم مش مرتاحين خالص، ده احنا ضد المنطق ده تماما، احنا بنتوكل ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. كان في اثنين من الصحابه واقفين، واحد كان بيغتسل كان في غزوه من الغزوات، والراجل ده كان جسمه حلو قوي وكان ابيض كده وكان ما شاء الله كويس، فواحد تاني شافه فجابوا الارض، فحديث النبي عليه الصلاه فعلا ان العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدر، حديث النبي لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، فالنبي امرنا ان احنا نتحصن، التحصين اللي النبي قال لنا عليه هو قراءه سوره الفاتحه، أول خمس آيات من سورة البقرة، آية الكرسي، آخر آيتين في سورة البقرة، قول الله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، قل هو الله أحد إلى آخر السورة، قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة، قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة. أقول لك أول مرة عشان هي جت ورا بعضيها، ماشي؟ سورة الفاتحة، أول خمس آيات من سورة البقرة، نعم، آية الكرسي، آخر آيتين من سورة البقرة، الآية الكريمة اللي ربنا بيقول فيها وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، يعني أنت كنت ممكن تقع لما اتحسدت بسبب أنظار الناس دي لك، نظرة الحسد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، قل هو الله أحد إلى آخر السورة، قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة، قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة. الواحد يجمع إيديه الاثنين وهو بيقرأ الآيات دي، كل موطن من المواطن دي يقراه مرة يا ثلاثة يا خمسة يا سبعة رقم فردي يا 11 مرة، تمام، رقم فردي. طيب اخيرا بقى اخر حاجه نتكلم فيها العمل، برضو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، يجيب لك صوره على المقابر عليها معرفش حبل مربوط، يقول لك ده اتعمل له عمل، يعني الله يكون في عون اللي اتعمل لهم عمل والحاجات دي، ايه بقى مدى صحتها في العقيده الاسلاميه؟ بصي، هو وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، احنا مش عايزين نلجا لموضوع السحر والدجل والشعوذه والكلام ده، لكن في ناس ضعاف ايمان، لكن لا اقدر اقوله لك بما يرضي الله، 99.5% من الحالات اللي بتتعرض علينا في الموضوع ده تبقى تعبانه نفسيا، تبقى محتاجه طبيب نفسي، مش محتاجه حاجه اسمها حسد، نادر نادر جدا لما تلاقي حسد سحر بمعنى السحر الحقيقي، لكن احنا لا نلتفت الى مثل هذه الترهات والاباطيل، نتوكل على الله سبحانه وتعالى، نعتمد على الله، ما نحطش دماغنا في هذه الامور، لانه دي الشماعه اللي بعلق عليها فشلي. والله يعني انا بالظبط، يعني المنطقه العربيه دي كلها في الحقيقه ما اعرفش ليش معنى هي اللي محسوده وهي اللي موبوءه وهي اللي على طول بتعلق الفشل وبتتكل، احنا المفروض ان الاوان بقى نبتدي يعني نواكب قطار زي ما بيقولوا او درب الدول المتقدمه والعلم، يعني نرتقي بعقولنا اكتر من كده بكتير. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الشيخ احمد صبري امام وخطيب وزاره الاوقاف، نورتنا وشكرا للتوضيح. نشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيله الدكتوره، يعني بصراحه احنا مبسوطين جدا بوجود حضرتك معانا واستفدنا كتير جدا من هذه الفقره، وشاهدينا فاصل نرجع بقى مع الفن، استنونا.